شاء الله ان شاء الله نعمل نتائج كويسه، وان شاء الله احنا دايما حتى لو في ماتشات الوداد ما بتبقاش الدنيا احسن حاجه، الماتشات الجد بنبقى متحولين ورجاله طول عمرنا رجاله يعني، بس الماتشات الجد ان شاء الله نعمل ماتشات حلوه ان شاء الله. ان شاء الله شايف ان مصر بكره دورها صعب قدام اوروجواي ولا؟ طبعا اي ماتش صعب، خلينا نشوف النهارده السعوديه وروسيا النتيجة ممكن تغير يعني، حتى لو روسيا أفضل شوية بس مش خمسة يعني، بس أوروغواي فرقة كبيرة جدا وكلها أسماء وكلها ناس بتلعب في الدوريات كبيرة، بس إن شاء الله إحنا النهاردة الرجالة اللي معانا والمحترفين اللي معانا إن شاء الله نعمل حاجة كويسة إن شاء الله. شايف الخطة بكرة ما ينفعش تبقى دفاعية؟ ليش تبقى دفاعية؟ بص أنا مش بحب أجادل في حاجات كوبر دي، إحنا جايبين واحد وبياخد فلوسه وبياخد مرتبه وموصلنا كأس العالم مش عشان نجادله، زي المخرج كده في العمل في التلفزيون أو في السينما، أنت جايبه رأي الوسط سلم له الموضوع للاخر. تمام، بالنسبه بقى لنجاحك الكبير قوي في دورك مش كبير قوي ولا حاجه، لا لا يعني بالنسبه لنجاحك الكبير في دورك في كلبش، انت شايف ان انت تحولك من الكوميديا لل يعني نقول مثلا، هل انت شايف ان انت يعني حاسس ان انت ده احسن؟ بص مش احسن او وحش، انا بصراحه بحب الشغلانه اللي انا بشتغلها، انا بحب التمثيل وبحب التمثيل ان انا استمتع، فالاستمتاع ده هيجي من تغيير الادوار، فانا كنت مستمتع جدا بالدور ده وسبيشال، هو غير متوقع، الناس اللي يعرف عمرو وهبه يعرف ان هو هيهزر او هيطلع اول طيب صاحب البطل وكده، فالمره دي كان شويه دور مفاجئ والحمد لله استفز يعني، كان مستفز مش عارف ناس كتير، حتى الناس اللي عارفاني بيقولوا احنا كرهناك، فده اعتبره فضل الله نجاحي الحمد لله.